كل شيء صراحة، أتمنى يعني لأنه حاجة جديدة على السعودية، فأتمنى كل شيء يكون موجود، أكشن، رومانسي، أطفال، كوميدي، كل شيء إن شاء الله. فيه أكثر ريحية، فيه أكثر بهجة، تقدر تنبسط فيه، تستانس فيه، تغير فيه، نوع من أنواع الأكتيفيتي تقدر تسويها في ويكند، في إجازة، في أي شيء. وصراحة خطوة يعني تأخرت كثير، بس الحمد لله إنها جات.